يلتقي نادي الهلال بناظره استقلال دوشنبة الطاجيكي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا. ويتزعم كبير آسيا صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من مباراتين بفارق الأهداف عن استقلال دوشنبة الوصيف بعد تعادله مع أجمك الأوزبكي 2-2، ثم الفوز على شباب أهل دبي الإماراتي 2-0. ولم يسبق للهلال واستقلال دوشنبة أن التقيا في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تعد مشاركة الاستقلال الطاجيكي في مرحلة المجموعات هي الأولى في تاريخه، كونه لم يسبق له عبور الملحق الآسيوي المؤهل لدور المجموعات في نسختي 2019 و2020. واستقر المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي لنادي الهلال على تشكيلة فريقه اليوم أمام الاستقلال الطاجيكي، والتي جاءت كالتالي: في حراسة المرمى عبد الله المعيوف، في خط الدفاع ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ يونسو ومحمد البريك، في خط الارتكاز عبد الله عطيف ومحمد كنو، في الوسط الهجومي هاتان بهابري، لوسيانو فيتو وأندري كاريلو، وفي خط الهجوم بافيتين بيغوميز. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.